عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك في حلقة جديدة من برنامج إكس الجميل. أغلب الناس وبالأخص في مرحلة الشباب بيسألوا نفسهم كيف فينا نبني عضلات جسمنا، وبالأخص كيف فينا نكبر العضلات. وأول شيء البنات والشباب بيعملوه هو الاشتراك في نادي اللياقة البدنية أو نادي كمال الأجسام، لعب الحديد، رفع الأوزان، بحيث نبلش تمرين على الحامي وكل يوم منشيك على عضلاتنا مشان نشوف حجمهم. ولكن السؤال المهم اللي بغيب، كيف فينا أصلا نكبر هاي العضلات؟ لأنه مثل ما بنقول بكل حلقة، إذا فهمنا الشيء بيصير أسهل، وهيك فينا نسرع في بناء العضلات وبشكل أكبر أفضل وأسلم. وكمان رح نبدأ هيك نسرع بعملية التضخم العملي اللي أنتوا تحلموا فيه وفي أسرع وقت ممكن. ونصيحة قبل ما نكمل حلقة اليوم، روحوا شوفوا حلقة التغيير الأخير، هاي الحلقة كتير كتير مهمة. ولهذا السبب ما في داعي أقلك، إذا أنت جديد أو قديم بالحلقة روح زبط لي فنجان قهوة أو كاسة الشاي مشان تركز معي منيح، وإذا بدك تجيب ورقة وقلم مشان تكتب الأفكار والخطوات اللي عجبتك وممكن تستفيد منها، سواء بهي الحلقة ولا الحلقات السابقة ولا الحلقات القادمة. تمام، يلا خلينا نبلش. المهم يا عزيزي، الموضوع بيخضع لعدة عوامل فيزيولوجية وهرمونية بتحصل داخل الجسم. اليوم رح نحكي عن عدة خطوات، ولكن أول شيء لازم نعرف أنه عنا عما يزيد 600 عضلة بتشكل كل العضلات بين الثلث ونص وزن الجسم، جنبا إلى جنب مع النسيج الضام، تربطهم معا وترفعنا وتساعدنا في حركتنا سواء كانت بناء الأجسام هوايتك ولا لا. العضلات بتحتاج لاهتمامك بشكل مستمر، لأن طريقة تعاملك اليومية إلها بتحدد إذا كانت رح تضمر، يعني تتقلص، او تنمو وتكبر. على سبيل المثال، لو في قدامك على الارض حجرة وانت بدك ترفع هاي الحجرة، دماغك وعضلاتك مستعدين تماما لمساعدتك ببلوغ غايتك برفع الحجرة هاي عن الارض. اولا بيرسل دماغك اشارة الى الخلايا العصبية الحركية داخل ذراعك، ولما ذراعك تستجيب هاي الحركة او هاي الرسالة فانها بتستجيب فورا، مسببة تقلص واسترخاء العضلات، مما بيسحب العظام في ذراعك وبيولد الحركة المطلوبة. وكل ما كان التحدي اكبر، كل ما زادت اشارة الدماغ أكثر وزادت الوحدات الحركية اللي بتحتشد لمساعدتك في تحقيق مهمتك. ولكن شو لو كان في حجر تاني رح ترفعه وكان أكبر من اللي قبله؟ بهاي الحالة عضلات إيديك وحدها ما رح تكون قادرة على إحداث شد كافي لرفع هاي الحجرة، لهيك دماغك بيطلب عضلات تانية للمساعدة، بتثبت إجريك وتشد بطنك وتشد ظهرك وترفع محدثا قوة كافية لرفعه. بهذا الفعل جهازك العصبي استفاد إلى أقصى حد من الموارد اللي بتمتلكها مسبقا. عضلات تانية لتلبية الاحتياج، بينما بيحدث كل هذا الشيء بتخضع أليافك العضلية لنوع تاني من التغيير الخلوي، كل ما عرضتها للإجهاد رح يعانوا تلف مجهري، اللي في هاي الحالة هو أمر جيد. استجابة لذلك بتحرر الخلايا المتضررة جزيئات اسمها السيتوكينات، اللي بتحفز بدورها الجهاز المناعي لأصلاح ضرر. هذا اللي بيتم عند حدوث سحر بناء العضلات. كل ما كان تلف النسيج العضلي أكبر، كل ما زادت حاجة جسمك لإصلاح نفسه. الدور الناتج من التلف والترميم بيخلي العضلات أضخم وأقوى في آخر المطاف بحسب تأقلمها مع الحاجات المتزايدة تدريجيا. خلينا نجيب مثال من عالم كمال الأجسام، مثل التركيز في العضلة أثناء التمرين، هو من أهم العوامل اللي بتأثر في جودة التمرين ونتائجه. التركيز في العضلة اللي بيتم تدريبها بالذات، حيث لازم الشخص يشعر بشد العضلة أثناء إجراء التمرين، لأنه من أغلب الأخطاء الشائعة بين ممارسي رياضة كمال الأجسام هو رفع الوزن بغض النظر عن العضلات المستخدمة أثناء التدريب. فعلى سبيل المثال، في تمرين عضلات الساق بيعتمد الشخص على عضلة ظهره السفلي أكثر من عضلات الساق ذات نفسها، ومو هذا هو المطلوب هون. المطلوب هو التركيز في عضلات الرجلين، بأنه هي اللي بتشد أثناء التمرين، وهذا لضمان نتائج عضلات الرجلين وتفادي الإصابات الخطيرة مثل الانزلاق الغضروفي في عضلة الظهر السفلية، وهذا الشيء بنسمع عنه كتير من اللاعبين بصير معهم هذا الشيء. الجهاز العضلي يا عزيزي، لما بندخل بعمق داخل العضلات منشوف انه بتتكون من الياف عضلية. الالياف العضلية هاي تتكون من لويفات عضلية، الالياف العضلية هاي ماسكة في بعض في اماكن وظيفية، هيك اسمها ساركوميري، هيك هلا بحط لكم اسمها هون، واللي هو مجموعة من خطوط اكتن اند مايوسين، لما بيندمجوا مع بعض بيحركوا بعض، فالعضلة هون بتبدا تشتغل. فالوحدة الصغيرة تبع العضلة بنسميها الليفة العضلية
عجلة صغيرة جدا هي اللي بتكون العضلة هاي، بتكون عليها خلايا مهمة جدا جدا معنا في موضوع تبع الضخامة جدا. العضلة هاي اسمها ساتلايت، هي نفسها بيكون في جواها شوية أنوية. شو رح نعمل بالأنواع هاي؟ هذا اللي هلأ رح نبدأ نعرفه بالخطوات اللي جاي. اللي حصل أنت بطريقة إجهاد العضلة تعبت، تعبتها فحصل اشتقاقات أو اتشققت، تشققات بسيطة جدا في داخل العضلة. العضلة على مستوى صغير بدأت تتكسر أو حصل فيها شوية قطوعات أو تقطعات أو شوية جروح فيك تسميها. في هاي اللحظة بتفيق بسرعة وبتقلك بس نحن بهاي الحالة لازم نبدأ نتصرف. طبعا الموضوع ما بيصير بنفس الطريقة هاي، في أنواع الضخامة العضلية المختلفة هي بتبدأ تقلك أنا رح أبعد شوية أنوية من الأنوية تبعي هاي مشان تبدأ تصلح التلف من العضلة في هذا المكان اللي حكينا عنه اللي هي خربانة فيه. الخلايا اللي نحن بدأنا واللي قلنا فيها شوية أنوية أو الأنوية موجودة فيها تبعت الأنوية اللي في هذا المكان اللي فيه الويفة العضلية متقطعة فيها ومجروحة. هلأ بلشت توضح الفكرة أو حصل فيها الإصابة اللي نحن قلنا عليها مشان تبدأ تعالج وتبدأ تبني المكان هاد. فالعضلة بتزداد بعد كذا قوة وبتزداد الضخامة العضلية. هاي هي الشغلة اللي صارت مشان تبدأ العضلة فعلا تكبر بالشكل اللي انت بدك اياه. لكن العملية هاي مشان تبدأ تصير وتكون شغالة هيك بسرعة وبطريقة فعالة جدا بتعتمد مثل ما قلنا في البداية على عدة شغلات. عزيزي المشاهد، بما انه اجسامنا تأقلمت مسبقا مع معظم نشاطاتنا اليومية اللي ما بتنتج عادة اجهاد كافي لتحفيز نمو عضلة جديدة، اول شغلة وهي اهم شغلة لازم تعمل تمرين مقاوم، لانه التمرين المقاومة هو اللي بيعمل التشققات او التقطعات اللي في داخل العضلة واللي بتكون بعد هيك حافز انه تبعت الانوية تبعها منشان تبدأ تعالج وتبني وتكبر العضلة تبعك. اذا لبناء عضلة جديدة هناك عملية بتتسمى التضخم، تحتاجها خلايا جسمنا للتعرض الى حجم عمل اكبر من المعتاد. شغلة مهمة جدا لازم تكون بتعمل او انك تبدأ تتدرج بالتمارين، يعني تتمرن بدرجات من الاصعب شوي الى الاصعب اكتر. لما انت بتبدأ تعمل هيك هذا بيأكد ان العضلة حصل فيها فعلا التشققات هاي وعملية استثارة للخلايا هاي حصلت فعلا بكفاءة وعضلاتك تكبر. في الواقع اذا ما بتتعرض عضلاتك بشكل مستمر لبعض المقاومة هون رح تنكمش وتتقلص بشكل تدريجي، تعرف هاي العملية بالضمور العضلي. في المقابل اذا ما عرضت العضلة لدرجة عالية من الاجهاد خاصة اثناء استطالة العضلة فهذا بيتسمى كمان بالانكماش، انكماش غريب الاطوار اللي بيولد ظروف فعالة لنمو جديد. مع ذلك بتعتمد العضلات على اكثر من مجرد نشاط لتكبر. بدون تغذية سليمة وهرمونات وراحة ونوم جسمك ما رح يكون قادر ابدا على ترميم الالياف العضلية التالفة. بيحافظ البروتين في نظامنا الغذائي على كتلة العضلة من خلال تأمين كتل لبناء نسيج جديد على هيئة احماض امينية. الشغلة هاي مهمة جدا وبتأثر على سرعة استجابة ومدى كفاءتها في الشغل وهي مسارات هرمونية. مشان هيك بنبدأ نقول الناس اللي بتبدأ تاخد هرمونات مستحيل تتساوى ايا كان مع البشر العاديين. مشان لما بتبدأ تقارن نفسك بالناس اللي بتشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي مفتول العضلات بشكل مرتب جدا، هاي الناس بتاخذ هرمونات، الهرمونات بتحطهم بمكان تاني مختلف تماما. حتى لو كان سوبرمان ابن خالتك وباتمان ابن عمتك بعمرك ما رح توصل لربع مستوى هاي الناس، لانه الهرمونات هاي بتضعف حجم العضله باكثر من 4 5 6 7 10 مرات من الوضع العادي. بس انتبه هون انا ما عم بقلك تروح تاخذ هرمونات، لانه الهرمونات اللي عمال نحكي عنها كمان إلها كتير اضرار. عزيزي المشاهد، الأكل الصحي وتغذية نفسك بشكل جيد هو من أحد أو أهم النقاط في هاي المرحلة بحيث تكون هرموناتك في مستواها الجيد اللي أنت بتحتاجه. وبهاي الطريقة هرموناتك هاي رح توصلك للنتيجة المطلوبة بشكل أفضل. وآخر شي معنا وهو فأنت لازم من خلال الأكل اللي أنت بتاكله تدخل كمية أكبر من اللي أنت خسرته منشان تبدأ، لأنه أكيد لو دخل في جسمك كمية من البروتين أقل من اللي أنت خسرته أكيد العضلة تبعك هاي ما رح تكبر وما رح تنمو، لأنه ما في شي يدخل مكان اللي انت خسرته ويعوض فيها كميات اكبر. الاكل وباختصار جدا يعني تناول البروتين بشكل كافي جنبا الى جنب مع الهرمونات الموجودة طبيعيا هي عملية مهمة جدا وبتأثر على موضوع الضخامة العضلية كعامل النمو الشبيه بالانسولين والتستوستيرون. نحن لما بنروح نتمرن بصير تقطعات اللي بتبدأ في العضلة، بس وين؟ في بروتينات العضلة مثل الاكتين والمايوسين. البروتينات هي عزيزي موجودة في داخل العضلة لما بتبدأ تتمرن، فانت هون خسرت جدا
جزء من البروتين. باختصار جدا، انت محتاج توفر لجسمك بروتينات اكثر من اللي جسمك بيهدمها وبيهدرها، من اجل مساعده جسمك على التحول لحاله بيتم فيها ترميم ونمو الانسجه. بتصير عمليه الترميم الحيوي هاي بشكل رئيسي اثناء راحتنا، خصوصا اثناء النوم ليلا، وبيأثر الجنس والعمر على اليه الترميم هاي. لذلك الشباب اصحاب مستوى تستوستيرون اعلى عندهم الافضليه بلعبه بناء العضلات. لكن يا عزيزي لازم تعرف ان الضخامة العضلية هاي ما بتحصل بشكل فوري، وبين يوم وليلة التضخم العضلي هاي بتاخد وقت، وبتختلف بين الشخص والآخر وبين الجسم والآخر. كمان من المهم انه نعرف انه حتى العوامل الوراثية كمان بتلعب دورها في قابلية الشخص للنمو العضلي. بيملك بعض الاشخاص ردات فعل مناعية اكثر قوة اتجاه التلف العضلي، وعندهم قدرة اكثر على الترميم وتجديد الالياف العضلية التالفة، مما بيزيد من امكانية بناء عضلاتهم، وبيستجيب الجسم للاحتياجات اللي بتحطها عليه. ولما بتتمزق عضلاتك كل اكل مناسب واستريح وبعدها كرر العملية هيك، وبهذا الفعل رح تخلق ظروف لجعل عضلاتك كبيرة وقوية قدر الامكان في عضلاتك. العضلات يا عزيزي هي اللي بتسمح لنا بالتحرك والحياة، وبيتم التحكم في كل حركة في الجسم عن طريق العضلات هاي، وبعضها بتشتغل بدون تفكير منا مثل عضلة القلب مثلا، ولكن بيتم التحكم في العضلات الثانية بواسطة افكارنا، وبتسمح لنا انه نعمل الاشياء ونتحرك. وموضوع العضلات هاد مثل اي موضوع تاني في حياتنا لازم نتعب عليه ونستثمره ونهتم فيه، بحيث نقدر نطور ونتطور في هذا الجانب ونوصل لنتيجتنا المطلوبة. ومشان توصل لهي النتيجة بشكل أسرع، لا تنسى تشترك في هاي القناة وتفعل زر الجرس وتشارك هاي الحلقة مع صاحبك اللي بده ينمي ويكبر عضلاته والمهتم بالرياضة بشكل عام. وشكرا على متابعتك، إلى اللقاء في الحلقة الجاية. ضبط أمورك، العاب وخليك نشيط وكل بشكل منيح. لا تنسى أنا كمان راح أعمل هيك. يلا سلام، بشوفك بعد التدريب.